مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. من المنتظر ان يرافق المهاجم بين مالونغو بعثة فريق رجاء الرياضية في رحلته نحو الكونغو استعدادا لمواجهة فريق تيبي مازيمبي برسم اياب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال افريقيا. وحسب مصدر خاص فإدارة الرجاء اتخذت جميع الإجراءات الضرورية من أجل تنقل مالونغو، إذ سيتم تخصيص بعض رجال الأمن الخاص لمرافقة اللاعب طيلة مقامه في الكونغو. وكان المهاجم المذكور قد غاب عن مباراة فيتا كلوب الكونغولية في دور المجموعات بعد تخلفه عن مرافقة بعثة الفريق بسبب تخوف مسؤولي الرجاء من تعرضه لمكروه من قبل فعاليات نادي مازيمبي الذي غادره مع نهاية الموسم الكروي الماضي. وتشد بعثة النسور الرحال صوب الكونغو يوم الخميس القادم عبر طائرة خاصة انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي، على أن تكون رحلة العودة إلى أرض الوطن مباشرة بعد نهاية المباراة. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز النسور بهدفين دون رد من توقيع كل من بين مالونغو وبدر بانونا. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.